أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام للحديث أكثر عن الانتفاضات الموجودة الآن في العراق والتي حدثت سابقا. ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي السيد عبد القادر النايل. أهلا بكم سيد عبد القادر. بداية، في الذكرى السادسة لانطلاق الانتفاضات الشعبية ضد سياسات حكومة المالكي والحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال، كيف قيمتم هذه الانتفاضة؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما ان العراقيون منذ احتلال العراق تنوعت انتفاضاتهم، سواء كانت التظاهرات الاولى التي وجهت بوجه الاحتلال ودخوله الى العراق بطريقه واضحه، وكانت اولها في الفلوجه انذاك والتي تعاملت معها سلطه الاحتلال بالحديد والنار والقتل، ثم حقيقه اتسعت هذه التظاهرات بطريقه واسعه، وما مظاهرات 25 شباط إلا كانت الديدن الحقيقي للانتفاضة بوجه هذه السلطة من خلال انطلاقها بخمسين مدينة، ثم تعززت باعتصامات المحافظات الست التي نشهد في هذه الأيام انطلاقتها في عام 2000 أو أواخر عام 2012، والتي كانت اعتصامات مفتوحة لمدة عام كامل تعامل معها المالكي بالحديد والنار. وهذه حقيقة وقفات العراقيين الذين يمثل وعيهم المطلق أنهم واعين لأطراف العملية السياسية الحاكمة في العراق أنهم مجموعة انتهازية تعمل على تدمير العراق، والشعب يريد استعارة وطن، وما يجري الآن من انتفاضة وتظاهرات امتداد لهذه الحقوق المسلوبة التي يريد العراقيون انتزاعها من هؤلاء. يعني أود أن أتحدث معك بنقطة ذكرتها وهي نقطة مهمة للغاية، وهي وعي المجتمع العراقي بحقيقة الحكام الموجودين الآن، أو سواء كانت حكومة المالكي أو ثلاثة العبادية أو التي سبقتها وما إلى ذلك. ألم يعتقدوا أن هذه الحكومة، أو لم تصل إليهم هذه الفكرة، أن هذه السلطة الموجودة في العراق آنذاك حكومة نور المالكي هي حكومة قمعية، خاصة بعد ما شاهدوه في تظاهرات 25 شباط وكيف قمعت بالقوة وكيف تم التعامل معها بالقوة؟ ألم يكن المتظاهرون على علم بالبطش المستخدم من قبل السلطات؟ من المؤكد تماما أن الذين تظاهروا وقادوا التظاهرات يعلمون تماما أن هناك بطشا، وأن هذه القضية ليس معبد طريقها بالورود والأزهار، إنما بالأشواك والدماء والاعتقالات والمعاناة، لأنه حقيقة معلوم تماما أنت تتعامل مع مجموعة أشخاص انتهازيين مدعومين من دول إقليمية، الولايات المتحدة أقصد المحتل، والإيرانيون الذين يرعونهم بواقع ترتيب الواقع الأمني والواقع السياسي لهم. لذلك كان هناك وعي ومعلوم هذه القضية، لكن تضحيات العراقيين كانت على قدر المسؤولية. هذه التضحيات هو من أجل استعارة العراق الذي تضحيات أكبر من خلال هؤلاء المقاومين الذين قاوموا الاحتلال الأمريكي، ويعلمون تماما أنهم يواجهون أكبر دولة موجودة وأنها تبطش بهم، وأن هذا الطريق هو طريق تقديم الأرواح هدية من أجل إعادة الوطن وإعادة حقيقة استقلاله. شيخ عبد القادر، عندما جاء الاحتلال وجاءت هذه السلطات معه، والذين أوهموا المجتمع العراقي بالديمقراطية وبحرية التعبير، والتي أيضا وضعت في دستورهم الذين وضعوه والذين أصاغوه، كيف مرت هذه الأمور ومر هذا القمع على الرأي العام المحلي والعربي والدولي بعد أن شاهدت ملايين من المجتمعات كيف تم التعامل مع المتظاهرين في العراق، خاصة في ظل بثها أو بث هذه الجرائم التي ارتكبت والمجازر على قنوات فضائية كثيرة؟ المجتمع الدولي محكوم بمنظومة سياسية، هذه المنظومة السياسية تقودها الولايات المتحدة، وحظ العراقيين أن الدولة التي دمرت بلدهم واحتلت بلدهم هي الولايات المتحدة، وبالتالي عملية مشاهدتهم للجرائم كلها موثقة والكل يعلم. هناك تعاطف شعبي كبير من كل العالم مع قضية الشعب العراقي وأنهم مظلومون، وبالتالي الأمور التي تحدثوا عنها أن العراق ذاهب إلى الهاوية، وكان يخرج هؤلاء السياسيون للعالم ليقولون نحن بناة دولة، اليوم بعد مضي الوقت بالأمور الميدانية أصبح الكلام والوعي للطبقة الشعبية والجماهيرية التي تظاهرت ونادت بالحقوق وقالت أن هذه العملية السياسية هي عملية تدميرية
الكل بل حتى السلطة المحتلة تشهد بذلك اليوم عندما حقيقة تصف بدأت الآن تصف أن العراق بسبب السياسات لهؤلاء، وأن حتى بول بريمر أنه يكتب عن تجربته وكيف أن هؤلاء انتهازيون لا يمثلون العراق ويمثلون مصالح أخرى. هذه حقيقة لأن هناك فيتو من الولايات المتحدة، كان هناك على المستوى الرسمي والإعلامي ضغطا أمريكيا حتى لا يتم ترسيخ أو يتم تثبيت هذه الجرائم، لأن الولايات المتحدة لا زالت تقنع دافعي الضرائب فيما مضى على أنهم قدموا للشعب العراقي عملية سياسية هي الحرية وهي الديمقراطية، وطبعا هذه أصبحت أكذوبة وعاها الشعوب والحكومات بطريقة واضحة من خلال الأحداث التي تسير في العراق حاليا. شيخ عبد القادر، بعد هذه السنوات خرجت المظاهرات في محافظة البصرة وبعض المحافظات الجنوبية الأخرى ضد مطالب قد تكون مختلفة قليلا عن المطالب التي خرجت في السابق، لكن هي تهدف إلى نفس النقطة وهي إخراج هذه الحكومة وإبعادها من المشهد لأنها هي السبب في الخراب الذي يحدث للعراقيين. كيف تابعتم هذه المظاهرات؟ وهل تعتقد أن لها قد يكون لها نفس التأثير الذي أعطته مظاهرات المحافظات الست؟ من المؤكد تماما على أن سقف هذه التظاهرات بدأ يرتفع بطريقة واضحة، وعلى أنهم اليوم عندما تجد أن هؤلاء المتظاهرون وصلوا إلى وعي أن هؤلاء الموجودين في الحكم ليسوا سلطة وليسوا أجهزة أمنية، عندما كان ينادي أو يقول المتظاهرون أن جيش المالكي يقتل ويعدم وهو ليس جيشا عراقيا وليس مهنيا لأنه لا يعتمد المعايير، اليوم وقعوا بنفس القضية، ولذلك حقيقة اليوم بدأت تصل رسائل واسعة والتعاون كبير ما بين الشباب الغربية والبصرة والموصل وبغداد على أن الأهداف أصبحت مشتركة بطريقة واضحة، وحتى إن اختلفت المطالبات أو النداءات في مظاهرات البصرة عن المظاهرات المحافظات الستة لأنها كانت سياسية أحرجت الحكومة بطريقة واضحة، سلميتها أكبر وأدق، اتخذت مكانات منعزلة في المحافظات الستة، لكن كل هذه حقيقة لم يشفع أن يقتحمها المالكي بالحديد والنار ويقتل متظاهريها. أهل البصرة حقيقة أيضا مطالبهم هي تصب لمصلحة الوطن، لكن هذه المطالب جوبهت أيضا بالقتل والتشريد وعملية الاعتقالات حقيقة، لذلك أن هذه التظاهرات في البصرة ستصب في نفس المصلحة بعد وصول لقناعة مطلقة للمتظاهرين أن السلطة والأحزاب الحاكمة هي ميليشيات ولا يمكن لها أن تنفذ أي أعمال لصالح الشعب العراقي، بدليل أنه 15 سنة البصرة آمنة ليست فيها معارك ولا الناصرية فيها معارك، إذا ما أخذنا أن الأنبار والموصل قاومت الاحتلال الأمريكي وأنهم كانوا ضد سياسة هذه السياسة وقت مبكر، المشاريع والخدمات صفر، وأن الأموال التي خصصت للبصرة سرقت من هؤلاء، فلذلك لا يمكن الإصلاح والتعويل على هؤلاء بالمطلق، وهذه القناعة والوعي مهم لأنه قادنا إلى مقاطعة حقيقية للانتخابات بنسبة تتجاوز 81% وانتزعوا شرعية السلطة الموجودة الحالية التي تترنح حقيقة لضعفها، واليوم تولد حكومة بعيدة حتى عن العملية السياسية، حكومة بهذه النقطة شيخ عبد القادر إذا سمحت لي، الآن حكومة عادل عبد المهدي شخصية متقلبة بالتوجهات، اتخذ عدة طرق وسلك عدة طرق مختلفة التوجهات ومتناقضة بنفس الوقت، لكن ماذا عن ما ترونه أو توقعاتكم طبعا لقيادة عبد المهدي أو حكومة عبد المهدي بالمرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق بقضية التظاهرات وكيفية التعامل معها؟ عادل عبد المهدي وصل بحكومة من هي من أضعف الحكومات التي مرت على تاريخ العملية السياسية إلى يومنا هذا، وبالتالي هو قنع وخضع لأحزاب لا يستطيع مناقشتهم على أسماء، بدليل أن الحكومة تترنح لمجرد أن صالح الفياض لا يستطيعون استبداله، مع أن هناك وكلاء لإيران غير صالح الفياض موجودين، هذا يدلل على أن عادل عبد المهدي فاقط السيطرة عن الحكومة وهو مجرد فزاعة يتم الاتكاء على أن هناك رئيسا للحكومة. ثانيا أن العملية السياسية فشلت في بناء نظام سياسي في العراق، وبالتالي انتقلت من عملية سياسية إلى حكومة العوائل، وهذا ما رسخه عادل عبد المهدي. الأزمات القادمة سواء المطالب التي يريدها المتظاهرون أو الأزمات التي ستحدث بالعراق ونحن لا نتمناها، لكن هذا الواقع القادم
في 2019 هناك أزمات كبيرة سيمر بها الشعب العراقي لا. على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الأمني، وكل هذه القضية لا تستطيع حكومة عادل عبد المهدي تقديم شيء، فلذلك هي ستكون الضعيفة المنهارة على المستوى القادم، وستكون من أضعف ما يمر به الشعب العراقي، وستكون من أشد النكبات على الشعب العراقي بقاء حكومة عادل عبد المهدي. من عمان الكاتب والمحلل السياسي الشيخ عبد القادر النايل، شكرا جزيلا لكم.